صباحنا غير رح نكون فيها ضمن عالم التطوع اليوم، قديش مهم رشا بظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. بعدهم في أشخاص هيك شباب سوريين بيحبوا يقدموا خدماتهم سواء المادية أو حتى جهودهم اليوم لحتى يحاولوا هيك يخففوا عن قد ما فينا. قد ما فينا صح. مثل ما قلتي نرمين وضيفتنا قبل ما تودعنا ذكرت قديش حلول التطوع هي من الحلول لحل الأزمات والمشكلات اللي عم يعاني منها المجتمع السوري. هي الثقافة شفناها ضمن سنوات الحرب على سوريا وكان لها تأثير جدا إيجابي من كل النواحي، إن كان النفسي إن كان المادي. يعني حتى اليوم الجمعية اللي نزلت على الأرض ما قدرت تقدم شيء ماديا، كانت عم تدعم معنويا. لنحكي أكثر عن مفهوم التطوع قد ايه نحن بحاجته بهي الظروف. ضيفنا لليوم هو الأستاذ محمد جدوع من فريق عمرها التطوعي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي هيك بنظره واقعيه، كنا عم نحكي انه خلال سنوات الحرب كان في عدد كبير من الاشخاص والناس المتحمسين ليقدموا خدماتهم ضمن عالم التطوع، ولكن بظل يعني اخر سنتين ثلاثه صارت الظروف صعبه، يمكن لتامين تمويل، يمكن الاشخاص نفسيتهم تغيرت، يعني مثل ما بيقولوا الظروف تقلت عليهم. فخلينا نحكي عنكم اليوم بفريق عمرها التطوعي. اليوم قديش فكرة التطوع بعدها موجودة بقوة، نحكي اليوم عن أهمية هاي النشاطات يلي أنتوا عم تعملوها، الدافع يلي عم يكون عندكم موجود لحتى تستمروا. أول شيء ميلاد مجيد لكل السوريين لكل شعوب العالم. نحن رح نحكي عن فكرة التطوع. هلأ فكرة التطوع قبل كانت أسهل من هلأ، هلأ الظروف الاقتصادية مثل ما قلتي أنه صارت صعبة، يعني هلأ صار كان يجي يتطوع بنهار كامل، لأ هلأ مثلا بيتطوع بساعة لأنه بده يروح يشتغل مثلا مشان يعين حاله أكثر. ولكن رغم هالشي نحن عنا متطوعين، يعني عنا تقريبا أكثر من 100 متطوع، وغير هيك دائما في عنا على الصفحة أنه ناس بدنا نتطوع بدنا حلو. نتطوع بدنا نتطوع. الشي بدي لك يا بالتطوع أنه الناس أو الشباب هلأ وقت اللي عم يشوفوا هاي الأزمة هاي الظروف الصعبة سواء على صغير ولد صغير أو على حدا كبير، فهنهم بتشجعوا أنه بيلاقوا حالهم انه ولو ما قدروا يقدموا شيء مادي فانهم بيلاقوا ارضاء الذات تبعهم الوقت اللي بينزلوا بيساعدوا هذا الشخص الكبير. فهذا الشيء انه عم بيخليهم لسه يستمروا لسه يقدموا اكثر واكثر. تمام، وهذا الشيء نحن بنقول عنه دائما ايجابي. خلينا اليوم نختص بفريق عمرها. كنا عم نحكي انه اليوم بما انك قلت ميلاد مجيد فاليوم في شغلات هيك اكيد حضرتوها اشتغلتوا عليها وحتشتغلوا عليها، خلينا نحكي اليوم شو بالاعياد شو بتحاولوا اكثر شيء انكم لوين تروحوا يعني؟ هلا نحن دائما بالاعياد عندنا زياره لمشفى الاطفال، بيكونوا الصبايا والشباب بيلبسوا بابا نويل بيجهزوا الهدايا وبيساووا الجو تبع بابا نويل وينزلوا على مشفى الاطفال، طبعا بيقدموا هدايا للاطفال بيكونوا معهم يعني بالميلاد بهذا اليوم بالمشفى لانه ما فيهم يكونوا ببيوتهم فبيكونوا معهم بالمشفى. عندنا كمان فعالية تانية اللي هي بسجن عدرا مع جمعية رعاية المساجين، كمان نحن بننزل على سجن عدرا نزيلات سجن عدرا بنقدم لهم شيء بمناسبة عيد الميلاد، كمان مثل خليني أقول لك شيء ترفيهي مشان هذا اليوم النشاطات. في شيء تاني كمان اللي هو سلام ودفى، هاي فعالية كمان دائما بتجي بأعياد الميلاد بتجي بشقين، الشق الأول اللي هي جمع ثياب وتوزيع لناس محتاجة، الشق الثاني اللي هي انه بابا نويل كمان بينزل بيوزع هدايا ولو رمزيه بالشارع او بحارات لناس هن خليني اقول لك بشكل عشوائي، يعني بحيث انه ما تكون هاي الهديه خليني اقول لك انه يعني لحدا محتاج، لا هي لحدا هيك لنزرع فرحه بهذا اليوم. قد ايه رمزيه بابا نويل بهذا اليوم حلوه، نحن بفرحنا. صحيح مزبوط. وشفنا قديش بشوارع الشام يعني كان في بابا نويل، كثير فرق اليوم حاولت تلجا لهي الفكره يتوزعوا بشوارع الشام خصوصا باليومين الماضيين. كمان ضمن مبادراتكم في شيء عم يتحضر يمكن لبكره او خلال هاليومين، خلينا نحكي عنه. هلا نحن بكره عندنا زياره مع جمعية رعاية المساجين لسجن عدرا لنزيلات سجن عدرا، في مجموعة أنشطة ترفيهية حتصير، بالإضافة مثل ما قلت لك نحن يعني قبل رأس السنة بابا نويل حينزل على حارات أو أماكن حيوزع هدايا، هدول الهدايا رمزية، هدول الهدايا إنه بس هيك إنه مشان يعني شلون نحن موجودين اليوم حابين نكون معكم بهذا اليوم ولو إنه بس نزرع بسمة على وجوه هدول الأشخاص الموجودين، فنحن عم نتعاون مع بعضنا بهذا الشيء.
طيب اليوم بابا نويل لينزل بهذا الفريق، هذا الفريق بداية لازم يكون منظم وعرفان كيف راح يشتغل على الأرض. خلينا نحكي عن فريق عمرة اليوم. طبعا تحياتنا لكل الفريق صبايا وشباب، سعيد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. اليوم كيف عم تقدروا تدربوا الكوادر وتنظموها ودي عددكم؟ هلا نحن فريق عمرة من 2015 تأسس الفريق، صار فريق جزء من مؤسسة عمرة. هلا خليني اقول لك كعدد متطوعين، عدد متطوعين نحن عندنا اكثر من 100 متطوع، عندنا عدة اقسام: ميداني، اعلام، موارد، اطفال، علاقات عامة. فهدول الاشخاص نحن بنوزعهم حسب المهام اللي نحن بدنا نوزعها على المتطوعين. يعني مندرب متطوع الاطفال على مهام قسم الاطفال، مندرب متطوع الميداني على العمل الميداني، كل متطوع له تدريبات خاصة فيه لحتى يكون يتأهل، خليني اقول لك ليقدم خدمة بشكل كامل. نعم. بشكل احترافي للمستفيد. أيضا من ضمن مبادراتكم اللي عم تحضروا لها هي بأمان، خلينا نحكي اليوم عن الدافع لوجود هاي المبادرة ونعرف المشاهدين أكثر فيها ومين المستفيدين. تمام. بأمان هاي الفعالية هي مع بالشراكة مع شركة، هي هاي الشركة هي عم بتقوم بالفحص المجاني للبيوت. طبعا نحن اتجهنا لريف دمشق، بلشنا ببيت واحد لسه لهلا، هو صراحة التكاليف كثير عالية كثير عالية. يعني انه نحن بلشنا على اساس انه ممكن تكلف القصة مثلا مليون ليرة، صارت لا بتكلف اكثر، لانه اول شيء الاسعار بتزيد، بعدين انه نحن بدنا نقدم شيء منيح، حتى الشركة هي بدها تقدم شيء منيح. فهذا هاي الفعالية بتهدف خصوصا بأمان لرفع الخطر عن عائلة، عن اطفال صغار، عن مسن بالبرد بالشتوية. فهاي الهدف من هاي المبادره. شو بدك تقدم؟ ترميم، يعني ترميم مثلا البيت. انا بفوت على هاي هذا البيت، هذا البيت ما في شباك، السقف سقف عبدله في مي. نعم. تمام. الصرف مو ظابط. تمام. فالشركه كانت معنا يعني متكفله هاي المبادره، هي تكفلت بالفحص المجاني بالاضافه انه المتبرعين قدموا هدول هاي المصاري لحتى نحن نصلح هذا البيت. طيب هي المبادرة بالذات يمكن عدد الأشخاص اللي بحاجة يستفيدوا منها هنون كتار كتير، فكيف ممكن أنتوا كيف تنطقوا الأشخاص؟ هلأ بدي أقول لك شيء، نحن أول شيء بلشنا بثلاث مناطق اللي هي يلدا وببيلة وبيت سحم كتجربة للمبادرة، أنه نحن ممكن ننطلق. هي المبادرة بدها دعم كتير. الشيء اللي بدي أقول لكم يا أنه بكرة حتشوفوا على صفحتنا الفرق بين البيت أول ما استلمناه فتنا كيف دخان كيف أسود كيف هلا صار. يعني هاي يعني عن جد قبل وبعد، عن جد انجاز. يعني انه عيلة كانت ما انا قاعده بغرفه من هذا البيت وما في شيء، يعني ما في شيء انه بيقول لك انه هذا البيت مؤهل للحياه. شلون هلا صار؟ نحن دائما يعني حابين انه نتوسع لاكثر من مكان، ولكن هي العمليه هاي خصوصا هاي المبادره بدها دعم اكثر. يعني بدها هاي الفكره انه اليوم عم تذكر مناطق يعني بحاجه لترميم، بحاجة كتير. طيب قديش السقف اليوم؟ قديش السقف؟ يعني انت اليوم قديش كجمعيه من الدعم اللي عم يجيك كم بيت قادر تساوي؟ هون الفكره يعني. تماما. هلا نحن دائما بنعتمد على، باعتبار نحن لسه ما شبكنا مع يو ان مع منظمات عالميه، نحن بنعتمد على الدعم او على التبرع من الاشخاص الداعمين لنا كتجار كشركات كمجتمع اهلي. تمام. فنحن هلا نحن البيت الاول مثلا تقريبا كلفنا شيء 15 مليون، عرفتوا كيف؟ فنحن لقينا انه شيء مكلف، نحن كنا مقدمين انه بدنا 10 بيوت، عمهنا. تمام. كون الفكره موجوده يعني بناخذ وقتنا فيها، بس كثير حلوه الفكره اليوم اعاده اعمار يعني. ويمكن اليوم هيك ان شاء الله من خلال تواجدك معنا اي حدا عم يشوفنا وقادر انه يساهم بهي الفكره فكتير ممتاز يعني. اكيد. طيب اليوم عم نحكي عن فريق وصرتوا مؤسسة، بنقلكم مبروك، صحية متاعبة أكثر، صارت عندكم مهام أكثر، مسؤوليات أكثر. اليوم أنتوا لشو بحاجة؟ حتى لو كنتوا مؤسسة أو كفريق، يعني مؤسسة أو فريق بحاجة لدعم. أكيد بحاجة لدعم. هلأ نحن مو بس نحن، أي مبادرة أو أي مؤسسة بالبلد أو جمعية هي بحاجة لدعم، بحاجة لدعم سواء من مؤسسات الدولة بشكل أكبر أو من المجتمع المحلي، المجتمع الأهلي بشكل أكبر كتعاون. هلأ نحن دائما بأي فعالية بنطرحها بنقول هلأ الوضع بالبلد، الوضع الاقتصادي كتير صعب بسبب الحصار الاقتصادي، يعني ضايقة على الناس اللي جوا البلد بشكل كتير كبير. نحن بنقول ما بدك تتبرع، لأنه تبرع أنت لرفيقك، تبرع لجارك إذا بتشايفه أنه محتاج، مو شرط تتبرع عن طريقنا. يعني هون هلأ بهذا الوضع لازم نحن كسوريين سواء بالداخل أو بالخارج اللي أحواله أحسن من الثاني، صحيح، لازم نتعاون معهم. نحن هاي رسالتنا هلا بهاي الفتره انه لازم الكل يساعد بعضه.
تمام. نحن على مشارف 2023 دائما كل جمعية أو مؤسسة أو يعني فريق معين بيحط هيك بيقعد مع بعضه بيشوف وين نحن نجحنا وين أخطأنا وبيحط البوصلة للعام الجديد. خلينا نحكي بالنسبة لكم كيف كان الوضع. نحن يوم الجمعة كان الاجتماع تبع الإداريين تبعنا مشان هذا الشيء، سوينا تقييم لقينا أنه هاي السنة نحن ما اشتغلنا مثل اللي قبله، فخططنا أنه على السنة الجديدة أنه نشتغل. حطينا شو الصعوبات، الصعوبات كانت بالمواصلات، بالتمويل، كان بدنا تمويل. صعوبات عامة أستاذ هاي. تماما. فأنه يعني نحن عم نحاول نلاقي حلول بديلة وأفكار أنه تساعدنا أنه نتجاوز هذا الشيء. خصوصا هلا يعني نحن بس بدنا نبعث المتطوعين، باعتبارنا لساتنا جدد بدنا نبعث المتطوعين على اي مكان، فهو كمان تكاليف زايده. عرفتي كيف؟ فانه دائما انه شو الحل؟ يعني مثلا بناخذ متطوعين من هاي المنطقه مشان نحن نرتاح ما ندفع المواصله. فكل هاي القصص نحن درسناها، كيف ممكن السنه الجايه يعني نطور. ما بنعرف حتى الوضع السنه الجايه ان شاء الله يكون احسن. يعني بيقولوا 2023 باعتبار رقم فردي، لا ما بدي احكي كتنشيم او شيء، بس بيقولوا انه منيحه، بس نحن دائما بنتمسك بالامل. يعني انه صحيح. في امل، في امل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ محمد، رح نحكي عن نقطه كثير مهمه وخاصه بهذا الوضع، موضوع الثقه. اليوم اي جمعيه واي مؤسسه يمكن الخطوه الاولى هي بناء الثقه بينها وبين المجتمعات الاهليه. اليوم انا حتى اقدر مثلا اكون داعمي لإلك او ادعمك ولو بموضوع التطوع، مفروض يكون عندي ثقه بنشاطك واهدافك. وخاصه للاسف بعض الجمعيات كانت تحت غطاء الجمعيات والتطوع، فاليوم انتم كيف قدرتوا تبنوا هذا الجسر بينكم وبين الناس؟ هلا هو دائما بيقولوا لك انه انتم شلون قدرتوا توصلوا لهون. هلا نحن بس تشتغلي صح، خطوه خطوه، كل شيء موثق، كل شيء مسجل، يعني تحط، خليني لك اداره الاولويات الصحيحه، تشتغلي المبادره الصح، توجهي الشيء اللي بدك تسويه لهذا المكان بطريقه صحيحه، بدون ما انه تساويها بمكان فخم للفعاليه او تروحي المصاري على شغلات خليني اقول لك رفاهيات. فانت فيك تنتجي. هلا نحن كثقه، نحن كفريق عمرها او كالمؤسسه، نحن عندنا كل شيء موثق. نحن بنصور ولكن ما بنعرض صور المستفيدين، بناخذ داتا المستفيدين ولكن ما بنعطيها للشخص المتبرع، ولكن هي توصل يعني للجهات الحكوميه. تمام. فنحن هذا الشيء كلياته عندنا موثق بشكل كامل. كثير مهم موضوع التوثيق اكيد نرمين. طبعا. خلينا نحكي كمان عن نقطه كثير مهمه، كنا عم نحكي هيك بدايه الحديث انه انتم كيف قدرانين تستمروا، المتطوعين كيف عم يجوا لعندكم، وقلنا في اقبال لليوم. هذا المتطوع اللي بيجي لعندكم اغلبهم بيكونوا طلاب جامعات بالسنوات الاولى، خبرتهم يمكن شوي قليله، ولما يفوتوا على عالم التطوع اكيد بيحبوا يكتسبوا خبرات. فخلينا نحكي اليوم انتم كمؤسسه شو اللي بتقدموه لهذا المتطوع اليوم بيجي بيتطوع؟ صح، اكيد احنا بنعرف التطوع يعني بيفيدنا ذاتيا، بيدعمنا نفسيا، احنا ما نقدم خدمه لشخص هي بترتد عليه ايجابيا، ولكن ايضا في شغلات ومهارات معينه بتحاولوا انه المتطوع يكتسبها. خلينا نحكي عن هاي النقاط. هلا نحن او انا بقول دائما انه انت ما لك قادر تحفز هذا، انت قادر انك تخلق بيئه تحفيز. هذا الشخص يا بيحفز حاله يا لا. تمام. فنحن بنخلق لهم بيئه تحفيز، هدول الاشخاص بيجوا لعنا. الشخص المتميز اللي بده يقدم خدمه، اللي بده يطور حاله بيبين. هدول الاشخاص نحن يعني بنساوي مثل غربله الاشخاص المتميزين. نحن بنساوي لهم دورات، بندعمهم اكثر كاداريين، كدورات اداريه، كدورات قياديه، بحيث انه هدول الاشخاص ينزلوا على ارض الواقع يقدروا يديروا مبادرات، او حتى بالتواصل بصير عندهم مهارات تواصل اعلى. نحن بنشتغل على الكل، ولكن نحن دائما الشخص المتميز نحن اللي بنحاول قد ما كان انه نساعده ليظهر اكثر. طيب خلينا نحكي اليوم وقت ما نقول عم نقدم شيء، فنحن عم نروح لاشخاص هنن بحاجه وفي اشخاص اكثر حاجه، هدول الاشخاص نحن اليوم كيف قادرين نوصل لهم؟ هل عندكم داتا؟ هل عم يكون في تشبيك ان كان بينكم وبين وزاره الشؤون الاجتماعيه او بين المخاتير الحي نفسه يعني؟ تمام. هلا اول شيء نحن وقت بدنا نروح على اي مكان بيكون عندنا خليني اقول لك اشخاص او متطوعين وصول. في عندنا تشبيك مع المخاتير، في عندنا تشبيك مع وزاره الشؤون، في عندنا تشبيك مع الجهات الحكوميه، ولكن هلا بهذا الوضع انا بقول الكل صار هو بحاجه لانه مساعده، صار الفرق بين الاشخاص المحتاجين كثير بسيط. صحيح. ضمن هالوضع.
ان شاء الله بنتمنى لكم كل الخير ونشوفكم هيك عم تعمروها بزياده وعم تكبروا انتم وفريقكم. شكرا كثير لحضورك. شكرا لكم. شكرا كثير لك وكل التوفيق لكم. شكرا لكم.